مش بقول يعني توقعت. مش مشكلة. طيب بكل بساطة زي ما حكينا قبل شوي انه البلوك كان 100 وام في جي قلنا لكم انه اجت ال 100، هاي 40 وهاي 20 وهاي 20 وهاي 20 20 20 60 و40 100، فهاي 100 وهاي ام في جي وهاي ام في اي، بطبق سيجما اف واي بتطلع معي اي. اي شو بدها تساوي؟ حسب معادلات الحركة في فاينل بتساوي انيشال زائد اي تي. اعطاني زمن؟ لا. طب اطبق معادلة ثانية في فاينل تربيع بتساوي في انيشال تربيع زائد 2 اي دلتا اكس. اكس اعطاني اياها في انيشال تربيع بطلع الفي فاينل، فهذا تكون في فاينل تربيع على دلتا اكس اللي هي اللي اعطاني اياها بالسؤال، فهيك بطلع الفي. هذا السؤال على بكرات مثلا ما قلناش. اذا شفت عندي هاي شرحت استاتيك الفصل الماضي، اذا شفت عندي سطح مائل قوة مائلة بكل بساطة القوة هاي لما تتحلل تتحلل عن مجموع الزاويتين. يعني أنا هذا سطح مائل، هذا محور X هذا محور Y، الجاذبية هون W كوساين 20 للسطح 20 وهي W ساين 20. في فريكشن في فريكشن، الفريكشن هذا بندفش لفوق بندفش، الدفش أقوى من نزلة الجاذبية، فبالتالي فريكشن هيك والنورمال هيك، بيضل البي. البي كيف احللها؟ فراح اقول لك البي بي ساين الخمسين، الخمسين اللي هي عبارة عن حاصل جمع زاوية السطح مع الزاوية المائلة فيها، هاي قاعدة اجمعهم جمع بي كوساين الخمسين. طيب سيجما اف اكس سيجما اف واي بيكون النورمال معي هو عبارة عن دبليو كوساين 20 في البي، زي اول سؤال حليناه بخلي الفريكشن بدلالة النورمال والبي، وبطبق سيجما اف اكس سيجما اف واي بحل المعادلتين بطلع كل المجاهيل اللي بده اياها. بس لاحظ هنا الاستاتيك فريكشن 0.3 والكاينماتيك فريكشن 25، احنا بناخذ دائما الكاينماتيك ما بناخذ الاستاتيك بالمادة كاملة. سؤال بكرات، حكينا البكرات هسه هون صعب تحدد اوريجين ومرجع وكذا، قلنا شابتر 12 نطلع على التنشن، هذا طالع منه تنشن، هذا طالع منه تنشن، وهذا طالع منه تنشن، وهذا طالع منه تنشن، فكلهم بنفس الاتجاه، فمعناته اكس اي او خلص بدلالة التسارع دائما اي اي زائد 3 اي بي تساوي زيرو. اول بروسيجر قلنا، اول خطوه. ثاني خطوه قلنا من سطح مائل شو بنعمل؟ بنحلل الاجسام، هاي بلوك اي هذا اكس وهذا واي، راح اقول له عندي فريكشن بالسؤال، سؤال 12 في فريكشن في هون فريكشن، سؤال 13 في فريكشن، ما بفرق معي الفريكشن، الفريكشن بجبرني استعمل اف واي بس. فشو في عندي؟ عندي تنشن، عندي تنشن هذا سؤال سنوات، وفي عندي اذا هاي دبليو دبليو كوساين ال 20 فهاي دبليو ساين ال 20، هذا كله فسرناه من اول مثال، في فريكشن بنحط فريكشن، فيش فريكشن بدناش. التسارعات قلنا ثاني خطوة لما نحلل بنفرض التسارعات زي ما بدنا. هسا منطقيا إذا بدك الجواب يطلع كله معك موجب، هاي كتلتها 10 وهاي كتلتها 8، هاي مشان الفريكشن. هسا الفريكشن بتقدرش تفرضه زي ما بدك، الفريكشن لازم مشان الحركة، يعني لو السؤال في فريكشن شو أعمل؟ أحط الفريكشن لتحت ولا لفوق؟ رح تحتار، فأنت لازم تتخيل الحركة. إذا هاي 10 وهاي 8 العشرة رح تنزل فالبي رح تطلع، بالتالي الفريكشن للاي الفريكشن للاي لفوق فهي فريكشن، الفريكشن للبي لتحت لانه اي اعلى من بي كتلتها فبتنزل، بس بي بتطلع بالحباب بتطلعها. التسارع بفرطه زي ما بدي عادي حر، انا بدي افرط اذا فرضت تسارع اي لفوق بدي افرط تسارع بي لفوق، فرضت تسارع اي لتحت بدي افرط تسارع بي لتحت، تفرض لفوق ام اي في اي اي. طيب بطبق سيجما اف اكس باتجاه المايل كي تي، بفرض انه فيش فريكشن، السؤال طالب من اتجاه الفريكشن، تي ناقص دبليو ساين ال 20 دبليو معطى 10 في 9.81 بتساوي ام اي في اي اي، اذا اي اي بتساوي تي على ام اي. هاي المعادله رقم 2، بطلع علي كمان معادله بطلع المطالب. المعادلة الثالثة راح أقول له بحلل بي
طالع منها 3t طالع منها w cosine w sine وبفرض التسارع اي تسارع اللي فوقه mb في ab تمام فرضته لتحت طريقتي هاي غلط هاي الطريقة تلقاش ولا مكان بالعالم فبخلي AB بعوض سيجما في X بطلع بحط AB بثلاثة التنشن بروح على المعادلة الأولى وبطلع قيمة التنشن ومنه بطلع قيمة التسارعات هذا سؤال عادي بكرات بتحل نفس الطريقة فهم مهم هذا سؤال قال لي الـ A والـ B مسائل هندسية بس هون قال لي في فريكشن بينهم الفريكشن اللي بينهم بيكون ستاتيك فبتاخذ ميو اس بس بالنسبة للاي بتاخذ ميو كي تمام الفريكشن اللي بين الجسمين ستاتيك اللي بين الجسمين ستاتيك قاعدة وبتحب طبعا هون في هذا بتحرك هيك تسارع هذا هيك ام اي ام بي في اي اي تسارع ريليتيف وانه هذا لو اندفع الشيك هذا بندفع الشيك يكون ام بي في اي بي ريليتيف لاي تمام تسارعات قال لي اي ما بتزحلق على بي بشطب هاي وبحل طبيعي ما ادري الدوسيه هذا السؤال مهم جدا سنوات بي 13 مش ب 12 بس ب 12 لو بده يجيبه ما عنده ما بيعتب الدكتور ما حدا بيعتب عليه هذا السؤال في زنبرك بكل بساطة F spring F S تساوي K في S K في دلتا X دلتا X عبارة عن L final ناقص L initial اللي undeformed length وسكت undeformed وسكت بتكون L zero اللي undeformed length تساوي 5 بتحط ال L not تساوي 5 ال L final ال L final اللي هي اللي بالسؤال هون اللي هي عبارة عن X not تربيع زائد L تربيع وبحل طبيعي سؤال سهل هذا بس تخطرش كثير فكرة واحدة هذا سؤال جاني بالفيرست مع سؤال السطح هذا يعني هذا السؤال وهذا السؤال كانوا نموذج سنوات 25 على 100 هدية صراحة يعني في فريكشن كان هذا السؤال اللي هو أعطاني سؤال 33 هذا جميل كلهم بيتحركوا اليمين ففريكشناتهم كلها اليمين نعطيني قيمة بي نعطيني الكتل بكل بساطة بطلع معادلة الحبل يا بطلع أوريجين يا بطلع هاي طبعا طلب مني كمان فرق زاد هون خط نقطة وقال بده التسارع عندها عادي بأخذ جزء الحبل وبحكي اكس بي ناقص اكس سي ناقص اكس اي زائد اكس سي ناقص اكس تي وهكذا بحل خلص هاي أفكار البكرات خلص نعرفت اي سؤال بكرات حلو على البروسيدر اللي أنا حكيتها راح تفلل هذا سؤال على الحركة الدائرية اي نورمال اي تانجنت وبتحل طبيعي شوفي أسئلة شوفي أسئلة سؤال سيليباس ستاتيك مش دايناميك هذا هذا سؤال سهل كمان آخر فكرة بالتابتر طبعا هذا الأنجلر مومنتم هو مش مهم هو بنشرح تابتر 14 بس بكل بساطة الأنجلر مومنتم R كروس MV اللي هو اللي كروس بيعطيني ساين دائما وحدته كذا مش عارف بشرح دائما بالسكند ما بشرح بالفيرست ومصفوفات وبطبق القاطع وخذ هاي ناقص هاي وهاي ناقص هذيك وكمل بطلع معي اي جي اوكي بس مصطلح لو جاكم سؤال مصطلحات اوميجا تساوي ثيتا دوت الفا الفا تساوي ار اي ثيتا دوت تمام هاي وحدتها راد على سكند وهاي راد على سكند تربيع لو أجاكم سؤال R و ثيتا بشابتر 12 بكل بساطة R و ثيتا بشابتر 12 هالسؤال حكي لي ثيتا 30 4.6 ثيتا تساوي 2 اللي كونستانت 3 ثيتا دوت يعني ثيتا دبل دوت تساوي 0 لانه هي تسارع وهي سرعه
فإذا السرعة ثابتة تسارع زيرو. قال لي إذا إذا الفورس اكسيرتد اون ذا بلوك باي ذا ارم از زيرو، يعني النورمال تساوي زيرو في نورمال فورس، برو على بلوك بي، هاي بلوك بي، بي على سطح مائل، هذا سطح مائل سطح ار وهذا سطح ثيتا، خلاص سوي رسم ثيتا وار، الوزن هيك في الزاوية هاي هي الثيتا مش هاي، هاي الثيتا ومش هاي لأنه هاي الثيتا اللي ماخذها هون، فإذا هاي كم أعطاني إياها 30، فإذا هاي 30 إذا هاي 60، فأنا باخذ W كوساين 60 W ساين 60 شو بيساوي؟ رسمة التسارعات ام اي ثيتا ام اي ار، اي ار تساوي ار دبل دوت ناقص ار ثيتا دوت تربيع، اي ثيتا تساوي ار ثيتا دبل دوت زائد 2 ار دوت ثيتا دوت، طبعا حافظا زي اسمي هذا هسه ثيتا دوت نصفر نشوف كيف السؤال يعني، خلص سيجما افيش سيجما اف واي، اي ار بطبق هاي بضربها بالكتله طبعا ما تنساش، ار ثيتا دبل دوت زيرو، ثيتا دوت معي ار دوت ما جاب لي سيرتها صح، ما جاب لي سيرتها خليها، لا 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 تعتبر صفر، ار دوت لا تعتبر صفر ليش؟ لانه طلب مني ريلاتيف فيلوسيتي، طب من الريلاتيف فيلوسيتي قلت لك ريلاتيف فيلوسيتي ار دوت ريلاتيف اكسلريشن ار دبل دوت، فانا لما اخذ سيجما اف ثيتا، سيجما اف ثيتا تساوي هاي بطلع الار دوت، سيجما اف ثيتا اللي هي عباره عن سالب دبليو ساين 60، طيب سيجما اف ار تساوي ار دبل دوت ار ثيتا دوت تربيع في الكتله، دبليو كوساين 60 تساوي ار دبل دوت ثيتا دوت معي والار بوينت 6، خلصت السؤال. هاي إذا جاب لي R وثيتا كتر 12 سطح مائل. هذا سؤال سيليبس بي، هذا سؤال سنوات، سؤال زنخ جدا، هذا شرح لحاله فيديو ب 12 دقيقة 14 دقيقة من كثر ما هو زنخ. لما يخلط لي كابتر، لما يخلط لي R والثيتا مع النورمال والتانجنت، فكره مهمه كثير 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 كثير، ركزوا عليها بكل بساطه. حكى لي هذا بيتحرك زي هيك، حكى لي وصل لهون، قال لي حل اوجد السرعه هون، اوجد هي اقرا السؤال، سؤال 73 1.5 كيلوغرام كولر، هذا كتلته 1.5 سلايد وذات فريكشن، لو قال لي في فريكشن بدي احسب حساب الفريكشن، circular rod knowing that the tension in the spring تساوي 70 فقوة الزمبرق 70، ما في اعمل كي اس، خلص اعطاني 70، قال لي اذا السبيد للكولر بتساوي 3.8 عند البوينت ان، قال لي اوجد باللحظه هذيك radial and transverse component للاكسلريشن. طيب اذا انت راح تحكي يا الله، طيب ما هو السؤال نورمال وتانجنت، هاي حركه دائريه، من وين اجي هذول؟ هو شبك الشابترين ببعض ببساطة، الجسم هذا السبورت، هذا السبورت وهي الحلقة وهي A، فصارت الربطة زي هيك تمام. هسه هاي الزاوية ثيتا راح تساوي تان ثيتا تساوي 125 على 175 زائد 125 اللي هي هذا المثلث، هذا المثلث هاي الثيتا، فتان انفرس 125 على 175 زائد 125 اللي هي 300، بطلع قيمة ثيتا، طلعت قيمة ثيتا. هسه أنا عندي هذا محور النورمال وهذا محور التانجنت، عمودي عليه عادي بفرض وين ما بدي، أعطاني السبيد فأي أن تساوي في تربيع على رو، ان بطلعها من سيجما اف واي، الرو معي 125 ملم، الفي معي
فأنا ما بحتاج الآن فعليا. طب الـ AT من سيجما في X تحكي كوساين 30 تحكي كوساين الثيتا تساوي MAT فبطلع الـ AT. طيب أنا هيك طلعت الـ AN وطلعت الـ AT، طيب هو بده الـ R والثيتا. شوف شوف اللعبة بالسؤال عندي هاي هون المحاوري نورمال تانجنت أو بفضل بجهة ثانية عادي، وهسه هو هون فصار قلنا هيك الشكل فعليا الأصلي. محور R عبارة عن الحبل المائل، وين الحبل المائل؟ هيو محور R، محور R بس لما صار هون فصار محور R معي هيك. محور R مع السطح المائل، ومحور ثيتا عمودي عليه. هسه أنا معي الـ AN مع الـ AT، وشو بده؟ بده الـ AR والـ A ثيتا، يعني زي كأنه بيقول لي اسقط AN على الـ AR واسقط الـ AT على الـ AR واجمعهم، وبالنسبة للثيتا اسقط AN على ثيتا واسقط AT على ثيتا واطرحهم. بتفضل علي اطلع الزوايا، اذا هاي الزاويه طلعتها 22 فرضا، اذا هاي 22 هاي بدها تكون 68، فاذا هاي 68 وهذول هن الزاويه بينهم 90 اذا هاي الزاويه 22، اذا هاي الزاويه 22 اذا هاي 68 تبادل ورا بعض، اذا هاي 68 هاي 22، اذا هاي 22 هاي 68، اذا هاي 68 هاي 22 ورا بعض، اذا هاي 68 إذا هي 68 هي 22. فشو بعمل أنا؟ محسن عامل ريكورد، إذا مش عامل الصوت طريق مش مشكلة يا قلبي عامل ريكورد. هسا AN طلعته والـ AT طلعته من شابتر 12 من سيجما FX وسيجما FY، شو ضل عليه هسا الثيتا والـ R؟ هقول له AN كوساين 22 شو بيعطيني؟ بيعطيني الـ A ثيتا الأولى و AT كوساين 68. هسه هذول عكس بعض، هاي بتيجي هيك وهاي بتيجي هيك، شو بعمل انا؟ بطرحهم بطلع لي الاي ثيتا. شايفين السؤال؟ شايفين السؤال ما اوسخه؟ يعني الواحد بده يكون فاهم فكره الار والثيتا مثلا يعرف يخلط يعني يخلطهم ببعض. هسه بده الاي ار، اقول له اي ان عكس هذول كوساين 68 واي تي كوساين 22 والاثنين راح يكونوا بنفس الاتجاه، بجمعهم بطلع الـ AR والـ A theta. طلب مني total acceleration قدر تربيع وزاوية، طلب مني force بضرب الـ AR في M في A بضرب الـ A theta في M في A وبس. هذا السطح ما قلت شرحه في فيديو لحال قلت اعيده. طلعت مش داخل نيالكم طبعا انا اتعثبت انا بشرحه. هذا السؤال اللي اجاني بالفاينل للاسف اللي راحت علي العلامات فيه. السؤال في ساين ثيتا ار بالمليمتر بدي اسلخها متر تحولها للمتر لانه قلنا متر لكل سكند، فهاي بتصير 0.5 زائد 0.3 ساين باي تي. ثيتا بحولها للراديان، انا بدي اسيم مش حال الا تي تساوي زيرو، لما تحل تي بتساوي 0.8 هاي بدي اطلع مشان اطلع من خطيتكم ناسي احكيها وراح تكون على اليوتيوب. سا الحاسبه راديان ناسي اكتبها بالدوسيه راح تتعدل ان شاء الله. الحاسبه بالراديان مشان تحل الفرع الثاني وهو كان غلطي. التحليل بسيط دبليو كوساين ثيتا ار اي ثيتا والفورس ما في فريكشن الا نورمال ما بحتاج. هسه هيك مبروك عليكم دايناميك فيرست انتهت. حدا عنده سؤال؟ ضل عليكم حلوا افكار الدوسيه افكار السيلبس اذا انا مش حاطه احكوا لي بدكم اسئله زياده على الدايناميك عندي محش هندسه كتب دايناميك ببسطكم يعني.
كلها أسئلة. فإذا حابين عاد احكوا لي، بعطيكم أسئلة ولا أي موضوع بدكم إياه، بدكم موضوع المكثفات أسئلة زيادة بعطيكم، موضوع قوة بعطيكم، ما بدكم إياه. وإن شاء الله الكل ينجح. هل عنده سؤال؟ هو ده آخر صفحة بالدوسية، بس آخر صفحة. هذا عنده سؤال؟ زيرو أسئلة. طب يعطيكم العافية، إن شاء الله راح أرفعها على اليوتيوب هسا على Dynamic First، راح أنشر لكم بوست فيها إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله الكل يضبط، أي حد عنده سؤال يخبرني. سلام.